بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم عن لسان يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القرآن الكريم حينما يذكر قصة أو قصص فإنما يذكره للاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة، لأن الفكرة المجردة قد لا يستوعبها الناس وقد لا تستهويهم، ولكن الفكرة إذا كانت في ضمن قصة فإنها تستهوي الناس وتؤثر فيهم. ولذا الله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من ذكر القصص، وأحسن القصص حسب تعبير القرآن الكريم هي قصة يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. هذه القصة يمكن أن تكون نبراسا لنا جميعا، نرى شخصا كان في أشد الأزمات وأشد المشاكل والظلم، ذوي القربى أشد أنواع الظلم، وبعد ذلك فترة السجن فلبث في السجن بضع سنين، ومصائب ومشاكل كبيرة كانت على يوسف عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يتحول إلى عزيز مصر، يتحول إلى رجل بيده اقتصاد الدولة لمدة طويلة. في هذه الآية الشريفة الله عز وجل لخص هذه القصة وهذه الحالة، أنه كيف يوسف من تلك الشدة وصل إلى هذه القمة. الله عز وجل يقول في الآية الثانية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الإنسان يحتاج لكي يصل إلى القمة يجلب رضا الله عز وجل ويعيش حياة كريمة هانئة في الدنيا، يجمع بين الدنيا والآخرة، بحاجة إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول الإيمان مع الصبر. يوسف عليه السلام في كل فترة حياته قبل أن يتحول إلى عزيز مصر، إلى وزير المالية إن صح التعبير، كانت حياته مع الإيمان والصبر، سواء هو في قعر البئر، وسواء في الوقت الذي أرادوا أن يقتلوه، وسواء في الوقت الذي كان في بيت عزيز مصر وبلغ وهو شاب، والشاب البالغ في بداية بلوغه
الشهوة الجنسية تكون عنده في أوجها، ومرأة جميلة زليخة مع ذلك قال معاذ الله ربي، أخشى من الله عز وجل في هذه الفترة، ورجح السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طبعا نسب الفضل كله، نسب الفضل كله إلى الله عز وجل. وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، لأن الفضل كله لله عز وجل. ودخل السجن ومصائب السجن، كل هذه الفترة كان مع الإيمان. هذا الأمر الأول، يعني في كل هذه الفترات كان يتمكن من فعل خلاف الشرع، ولكنه بقي على جادة الشرع. الأمر الثاني الأمانة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ يعني أحفظ، حفيظ فعيل، فعيل قد تستعمل صفة مشبهة وقد تستعمل للمبالغة. كلمة فعيل المراد هنا الحفيظ بصفة المبالغة، يعني كثير الحفظ. هذا الرجل الذي هو في أول شبابه، في أول بلوغه، وبتلك الكيفية يتمكن من أن يضبط شهوته الجنسية ولا يخون الرجل عزيز مصر الذي هو في بيته، ويرجح السجن على الخيانة وعلى الكذب. هذا الرجل جدير بأن يصل إلى هذه الدرجة، بحيث أنه يجعل على خزائن الأرض، كل الخزائن، خزائن جمع، والجمع المضاف خزائن الأرض يفيد العموم، يعني كل الخزائن بيده، كل أمور المالية تكون بيده. حفيظ، الإنسان الأمين قطع النظر عن أن الله عز وجل يوفقه في الدنيا قبل الآخرة، قطع النظر عن ذلك، طبيعة الحياة البشرية هي بروز الأشخاص الأمناء. قد تكون هناك فترة الإنسان الأمين يتضرر أو يتوهم أنه قد تضرر، زين؟ إذا واحد مثلا قاضي إجت رشوة رفضها، مثلا مدير في دائرة يمكن أن يخالف قانونا من القوانين الصحيحة ويحصل مكاسب لكن لم يفعل ذلك، قد يتضرر تضرر آني ووقتي، ولكن النتيجة تكون له في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله عز وجل فيه تتمة الآية يقول ولا نضيع أجر المحسنين. الإنسان إذا كان محسنا الله عز وجل لا يضيع أجره، مو أجره في الآخرة، لا، هذه الآية حول الأجر الدنيوي، لأن يوسف من السجن ومن البئر صار إلى أعلى درجة بعد الملك، وزير المالية الكامل، والملك أيضا كان يأتمر بأمره، يعني هو في الواقع كان الحاكم الواقعي والفعلي، لأن الملك مثل أفرضوا ملكة بريطانيا مثلا، في الظاهر هو ملك ولكن في الواقع الأمور بيد يوسف عليه الصلاة والسلام كانت. الأمر الثاني الأمانة. الأمر الثالث العلم، إني حفيظ عليم، يعني أعلم بكيفية الأمور، لأن الإيمان وحده، الأمانة وحدها لا تكفي. إذا واحد يكون أكثر الناس إيمانا ولكن ما يعرف فنون القتال، إذا راح في الحرب يخسر، هذا شيء طبيعي. إذا واحد كان إيمانه في درجة عالية وذهب في التجارة ولا يعرف من التجارة شيء، طبعا يخسر أمواله، لأن الإيمان شق والعلم شق آخر، يجب أن يجتمع. إني حفيظ عليم. فالإيمان والصبر، الأمانة والعلم، هذه الأمور إذا اجتمعت توجب سعادة الدنيا قبل الآخرة. الشخص الذي كان هو مسجون، كان متهم، هذا الشخص يتحول إلى الذين اتهموه وإلى الذين خذلوه وإلى الذين ألقوه في السجن وفي البئر، يقفون أمامه أذلاء. إخوة يوسف جاءوا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني بذلة واقفين أمامه.
طبعا بين قوسين هو ولو هو في هذه الحالة ولكن لا يرضى بالانتقام منهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، ماكو حتى ملامة عليكم، مو أنه لا أعاقبكم فقط بل لا تثريب عليكم، يعني حتى ما ألومكم بلساني أقول لكم لماذا فعلتم كذا وكذا وكذا. نحن الآن إذا أردنا في الحقيقة في العراق يكون في المستقبل، يكون مستقبل مزدهر ومستقبل مستقر، بحيث نعيش بكرامة ويعيش أبناؤنا بكرامة وبعز، بحاجة إلى هذه الأمور. الفترة الماضية السجن والتعذيب والقتل والتشريد إن شاء الله ولا إلى غير رجعة، هذه الفترة ولت إلى غير رجعة، والذين صبروا الآن يشوفون بعض الثمار. الأمرين الآخرين يجب، الأمران الآخران يجب أن نحاول تطبيقهم، الحفيظ، الأمانة، والعلم، لأنه الآن من مشاكلنا المهمة في العراق جهل الناس ولا يلامون على ذلك. ليش؟ لأنه إذا واحد كان في بيئة ملوثة بدون اختياره ودخلت الجراثيم في جسمه صار مريض، يلام على أنه لماذا هو مريض؟ لا. إذا واحد كان مسجون في زنزانة ملوثة وتمرض نقول له أنه ليش تمرضت؟ لا، لأن ما كان باختياره وهذا المرض دخله من غير اختيار، وإنما نحن نفكر في علاج هذا المرض. في الفترة الماضية 35 سنة روافد الثقافة كانت مغلقة، العلماء المثقفون إما في السجون أو في القبور أو في المهاجر أو على أحسن الفروض ساكت، ما يقدر يتكلم لأنه إذا يتكلم بكلمة على كل حال يصير في خبر كان زين. فحينما تغلق روافد الثقافة لسنوات طوال طبيعي أنه حالة الجهل تنتشر، فلا يلام الشعب على حالة الجهل لأن كانت مفروضة عليه فرضا، وإنما يجب علينا أن نحاول حل هذه المشكلة اللي هي أساس كل المشاكل، الجهل. إذا حاولنا حل هذه المشكلة سنصل إلى النتيجة، بشرط أن يكون لنا الصبر وأن ندخل من الطرق الصحيحة، لأنه في الحديث الشريف ما من داء إلا وجعل الله له دواء، كل داء كل مرض إلى علاج، الله عز وجل لم يجعل مرضا إلا وجعل له العلاج، وهذه من حكمة الله عز وجل. بس المفروض علينا أن نكتشف العلاج، وإذا اكتشفناه نطبقه. إذا اكتشفنا العلاج وطبقناه هسه إذا مو خلال يوم خلال شهر، مو خلال شهر خلال سنة، خلال سنتين، خلال 3 سنوات، شايفين بعض الأمراض بحاجة أن المريض يستعمل أدوية لمدة 5 سنوات 6 سنوات إلى أن الله عز وجل يشافي من ذلك المرض. الجهل مرض، ومرض كان غير اختياري، ويمكن هذا المرض أن يحل، ولكن يحتاج لصبر ويحتاج لعمل وعدم الملامة. ما يحتاج إلى ملامة، قل بلي أيتها النفس، على كل حال أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. بس وقع، الملامة شنو تفيد؟ لا تفيد شيئا. إذا نحن حاولنا العلاج، وهذا العلاج عبر العلم وعبر أنه القائمين بالعمل يكونون أمناء، تدريجيا المشكلة تنحل. أما إذا لا نفكر في العلاج وإنما فقط نلقي اللوم على الآخرين ما راح نوصل إلى نتيجة. وكلنا مسؤولون، النبي صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صارت مسابقة قبل حوالي 30 سنة في لبنان، إحدى الصحف أو إحدى المجلات كان لها مسابقة، العنوان المسابقة من هو المسؤول عن تخلف الأمة العربية حسب تعبيرهم، من هو المسؤول؟ فأحسن جواب إلى جائزة،
كل واحد كتب في الجواب، واحد قال مشكلتنا المسؤول القيادة، واحد قال مسؤول العلماء، واحد قال مسؤول المثقفين، واحد قال مسؤول عامة الناس، واحد قال مسؤول الحكومات. الذي فاز في هذه المسابقة كان واحد كاتب الضمائر 14، المسؤول هو، هما هم، هي هما هن، أنت أنتما أنتم، أنتي أنتما أنتن، أنا نحن، الكل مسؤول. وهذا حاصل كلام الرسول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا تعبير الرسول تعبير دقيق، كلكم راع. الراعي شنو يسوي؟ يعني إذا غنم من الأغنام زين خرج عن القطيع مرة مرتين ثلاث مرات 10 مرات، الراعي يقول أنه خل هذا مثلا الخروف خليه يولي يروح، لا، كل مرة إذا خرج عن القطيع أو حسب الرواية شذ عن القطيع يروح يرجعه ولو 100 مرة. الرسول يقول كلكم راع، كل واحد منك لازم يكون راعي. إذا شاف واحد زين خربط منحرف مثلا ما يراعي الموازين الشرعية، هسه مرة قال له مرتين ثلاث مرات يقول بعد خلاص أنا أديت التكليف في أمان الله، لا كلكم راع. شلون الراعي ولو 100 مرة يرجع الغنم؟ كل واحد منا أيضا يجب أن يكون على هذه الكيفية، وكلكم مسؤول. تسأل لماذا جارك، لماذا أهل مدينتك، لماذا أهل بلدك كانوا كذا؟ إذا أنا أذكر عذري مقبول فبها، أقول قد أديت ما علي لكن ما تمكنت، ولكن إذا لم أؤدي ما علي أكون مسؤول وشريك في ذلك العمل. يقال إنك كنت أن تتمكن من أن تؤثر ولو 1 بالمليون، ما عملت فأنت مسؤول 1 بالمليون. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا الان نلاحظ اكو بعض الشباب مثلا في العراق، نلاحظ شبابا طائشين ما يفهمون، تصرفات عندهم تصرفات غير صحيحة، تصرفات مضرة. يجب علينا ان نحاول ارجاعهم الى الحظيرة. اذا اي واحد من عندنا عنده ابن وهذا الابن طائش، يطرده من بيته يقول لانه هذا طائش، او يحاول ان يأثر عليه، يحاول أن يرجعه. إذا فد يوم من الأيام هذا ابنه خالفه، الأب قال لابنه لا تذهب مثلا إلى بغداد الطريق خطر، هذا الابن عمدا راح بالطريق صابته حادثة، صابته مثلا طلقة انجرح، الأب يقول لأنه هذا ابني خالفني عنادا أعيفه. لو نفس هذا الأب يشيل هذا الابن يوديه للمستشفى يحاول يعالجه زين، دول الشباب أيضا أبنائنا إخوان، يجب علينا إذا كانوا هم طائشين نحاول أن نحل المشكلة اللي موجودة، وهي المشكلة مشكلة الجهل. الرسول صلى الله عليه وآله حينما يأس من أهل مكة راح إلى الطائف للتبليغ، فهناك كبار الطائف والملأ من القوم أغروا الأطفال والسفهاء لكي يرجموا رسول الله صلى الله عليه وآله، فاجتمعوا الأطفال والسفهاء ورجموا رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث أنه في الرواية فسال الدم من ساقيه، سيل صار، هذا يعني سيلان صار، مو جرح واحد وجرحين ثلاث جروح، وإنما الجروح كانت كثيرة بحيث أن الدم سال من ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا كان يقول الرسول في هذه الحالة؟ كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، جهال ومن جهلهم يعملون هذا، ولكنهم قومي فأسألك يا الله أن تهديهم، هذا الجهل اللي موجود يزول. إذا أنتم تلاحظون العرب قبل الإسلام، العرب قبل الإسلام كانوا أذل خلق الله، الإمبراطورية الرومانية كانت في شمالهم والإمبراطورية الفارسية في شرقهم، أصلا هذه الإمبراطوريات لا ما كانت تلتفت إلى هؤلاء، لأن منطقة قاحلة
وشعب وحوش. زين، شغلهم أن يغير أحدهم على الآخر، وإذا ما لقى قبيلة معادية يغير على القبيلة اللي أبناء عمومته. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، إذا ماكو قبيلة أغير عليها إلا قبيلة أبناء عمومتي أغير عليها. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في نهج البلاغة يقول: كان شعارهم الخوف ودثارهم السيف. الشعار الثوب اللي لاصق بجسد الإنسان مثل الفانيلة مثلا، هذا يسمى شعار لأنه يلتصق بشعر الإنسان، لذا يسمى الشعار. يعني داخلهم خوف، يخاف أنه يغار عليه يقتل وتسبى نساءه. ودثارهم السيف، دثارة يعني مثلا البطانية اللي يذب عليها السيف، دائما السيف وياه. هذه حالتهم كانت. فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تقول: وكنتم على كذا أذلة خاسئين، أذلة وخاسئين، بهذه الكيفية كانوا. ولكن نفس هؤلاء الذين كانوا بهذه الحالة مشكلتهم كانت الجهل فقط، وإلا الطاقات الكامنة فيهم كانت طاقات هائلة جدا. فالإسلام جاء وأزال هذه الطبقة من الجهل، هذا الذاتية وهذا الطاقة الهائلة تفجرت. هؤلاء الذين كانوا أذل خلق الله عز وجل أصبحوا رواد الحضارة لمئات السنين، وشكلوا أهم حضارة رآها التاريخ. الحضارة الإسلامية أهم حضارة رآها التاريخ. حتى الآن الحضارة الغربية تقدمهم في الجانب المادي فقط، وليس في الحقيقة بمعنى الكلمة هي حضارة حقيقية، يعني بمعنى الحضارة. زين، هؤلاء هذا الشيء اللي كان كامن برز. سابقا عندما كان واحد يجي ينظر إلى الصحاري في الجزيرة العربية، هذه الصحاري، فالواحد يشوف صحاري قاحلة، لكن تحت هذه الصحاري مليارات براميل من النفط، كان يحتاج إلى استخراج هذا النفط. عندما استخرج هذا النفط شوف أنه هذه الثروة الهائلة التي حصلت استخراجها. الآن هم شعبنا نفس الشعب، حقيقة الشعب العراقي فيه طاقة جدا هائلة، جدا هائلة، بحيث أنه إذا قيس إلى بقية الشعوب في المنطقة بل في العالم قد لا يضاهى من حيث الإمكانية الموجودة، لكن مغطاة بطبقة، هذه الطبقة يجب أن تزول ويمكن أن تزول. إذا هذه الطبقة أزيلت سنرى ما هي القفزات النوعية التي ستحدث، ليس في العراق فقط بل تؤثر في العالم. واحد من المؤرخين البريطانيين المعروفين من أهم مؤرخي الغرب اسمه أرلون توينبي، هذا من أهم المؤرخين، ونظرياته في علم التاريخ لحد الآن سائدة في الغرب. هذا إلى كتاب أنا شفت في هذا الكتاب يذكر أنه الحضارة في العالم تنتقل، فترة الحضارة كانت في شرق الأوسط، فترة في الغرب، فترة سابقة كانت مثلا في مصر، فترة في الصين، فترة في جنوب شرق آسيا، مثلا الحضارة تنتقل هكذا لا تبقى في مكان من الأمكنة. يقول أنه الآن الحضارة حسب تعبيره متركزة في الغرب، ولكن بعد فترة هذه الحضارة ستنتقل إلى الشرق، ومركزها سيكون إيران والعراق حسب تعبيره. فلذا الغربيين يخططون لتحطيم أسس الحضارة في إيران والعراق حتى لا ترجع الحضارة من الغرب إلى الشرق. زين، هذا مؤرخ غربي، سما نقول فد واحد من المسلمين مثلا يطلق شعارات، واحد غربي ومؤرخ كاتب هذا، معناه أنه إمكانية هائلة موجودة بحاجة إلى هذه الإمكانية للاستخراج، واستخراجها يكون عبر
تركيز الثقافة، حتى الشباب الطائشين بهم إمكانية هائلة، يمكن بالتدريج وبتثقيفهم وبتعليمهم يصلون إلى حيث أنه نفس هؤلاء الطائشين يتحولون إلى لبنات في بناء عراق المستقبل. فنحن بحاجة إلى إيمان وصبر، بحاجة إلى أمانة، بحاجة إلى علم وثقافة. إذا هذه الأمور حصلت فإننا إن شاء الله تعالى سننهض، ويمكن هذا الأمر، مو أنه ما يمكن. كثير من الأحيان واحد يتصور بعد بعيدة المنال هذه الأمور. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: أتزعم أنك جرم صغير، حسب الشعر المنسوب إليه، وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان انطوى فيه العالم الأكبر، الإنسان الواحد يمكن أن يغير كل العالم في الخير أو في الشر إذا تحول إلى أداة شر. هتلر واحد كان حول العالم إلى نار، مع أنه رجل كان مستضعف جدا في بداية أمره، رجل واحد هذه الإمكانية صرفها في التخريب. وعدنا ناس أيضا بالعكس، إنسان واحد صرف الإمكانية في الإصلاح والتغيير. وهذا الأمر يمكن، مو أنه ما يمكن، ولكن يحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى جد، ويحتاج إلى صبر واستقامة. يوسف عليه الصلاة والسلام استقام، الله عز وجل قوترة من اليوم الأول، ما يجي سوى ملك أو سوى عزيز مصر، استقام على الجادة الصحيحة. فحتى الأشياء اللي المكاسب المادية اللي لفترة فقدها، حتى هذه المكاسب المادية حصلها عن الحلال. هاي زليخة الذي كانت زوجة عزيز مصر ودعته إلى الفاحشة وهو هرب منها، ثم ألقته في السجن 7 سنين بعد ما يوسف أصبح عزيز مصر، مات زوجها فتزوجها يوسف نفسها، رفض الحرام، الله عز وجل نفس الشيء اللي رفضه من الحرام جاب له من الحلال. يعني حتى الشيء الذي كان مكسب آني فقده، نفس هذا المكسب الله عز وجل جابه له. بس يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى استقامة، ويحتاج إلى البقاء على الجادة الصحيحة. أهم شيء الآن إحنا في رأينا الثقافة والأمانة. بعدين فد شيء مهم آخر أكو بين قوسين أيضا نذكره، هناك أكو بعض الدعوات في العراق تطلق أنه مثلا الشباب لا يروحون يوظفون في الوظائف، سواء وظائف الشرطة ما أدري وظائف كذا. إحنا في رأينا هذا خاطئ جدا. واحد يروح يتوظف، لأنه إذا هو ما الإنسان المناسب والصحيح، إذا ماش ملأ الوظائف وبقية الوظائف لم تبقى الوظائف شاغرة، يجي غير واحد يمليها، مثل ما صار بالنسبة للشيعة بعد ثورة 20، ما راحوا للوظائف، آخرين يجوا ملاها 80 سنة، رأينا ما رأينا. بس يحتاج أنه الإنسان يكون حفيظ عليم. يعني في الوظيفة اللي موجودة، الملك كان كافر، يوسف عليه الصلاة والسلام جاء صار وزير المالية، إلا الملك كان كافر، ولكن كان حفيظا عليما، يعني بقى على الجادة المستقيمة. وفي الحديث الشريف: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. إذا مسألة الثقافة صارت، ومسألة الأمانة صارت، والصبر، الله عز وجل ينزل الناصر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرسول وبالنسبة إلى من كانوا مع الرسول صلى الله عليه وآله قال: فلما علم الله منا الصبر أنزل علينا الناصر. شاف إحنا ناس نستاهل الناصر، الله عز وجل أنزل الناصر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يتقبل زياراتكم وأعمالكم، ويوفقكم زيارة الإمام الرضا عاجلا إن شاء الله، شفاعته في الآخرة، وأن ترجعون سالمين إلى سالمين، وأن يحل بلطفه وكرمه مشاكلنا وإياكم. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.